والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات بإدانة الدنيا دبي. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة وتحديات شوطنا 12 بمجموع الأشواط والخاص بانطلاقات الجعدان المحليات الأصايل في انطلاقات اللقاية. مباشرة أتقدم مع المراكز الأولى، أتقدم مع صوغان سعيد بن سليم بن شوير بالعامري من ينطلق ويقدم صوغان على المركز الأول. المركز الثاني البغدادي، على المركز الثاني لحامد بن ناصر بن علي النعيمي القادم على المركز الثاني المقدم البغدادي على المركز الثاني. ثالثا نتابع ملبي مظفر بن غلام البلوشي القادم على المركز الثالث. المركز الرابع عزام لعمر بن سيل بن محمد بن حطم العامري. المركز الخامس ليث العبيد بن محمد بن ذويب العامري. المركز السادس وتابع مبهر سهيل بن رملي بن محمد العامري من يقدم مبهر على المركز السادس. المركز السابع نتابع معزم لحمد بن خليفة بن محمد الكعبي. والمركز الثامن صوغان سالم بن ابن سالم الغفلي على المركز الثامن. تاسع المراكز مبهر لعبيد بن سالم بن عبيد الراشدي. والمركز العاشر ذو فقار ذو الفقار القادم محمد بن سيب بن سالم الشامس يقدم ذو الفقار. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء المنطلقة الباحثة عن ناموس هذا الشوط. وتابع الشعارات القادمة والمنطلقة، ولكن بعد 2 كيلومتر أو 3 كيلومتر أعود إلى صوغان سعيد بن سليم بن شويرب العامري على المركز الأول. يقدم صوغان. المركز الثاني البغدادي حامد بن ناصر بن علي النعيمي القادم على المركز الثاني. عزام على المركز الثالث لعمر بن سيل بن محمد بن حطم العامري. والمركز الرابع الواضح الواضح ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي القادم على المركز الرابع. والمركز الخامس مبهر سهيل بن رملي بن محمد العامري ما شاء الله، وملبي مظفر بن غلام بن موسى بن احمد البلوشي على المركز السادس. سابع المراكز صوغان سالم بن نايع بن سالم بالشاوي الغفلي على المركز السادس او السابع. ثامن المراكز معزز القادم راشد بن محمد بن مروشد القادم على المركز السابع والثامن. نتابع المركز الثامن هذا اللي وصلنا ذو الفقار لمحمد بن سيب بن سالم الشامسي. تاسعا اول ندى لثمين خليفه بن محمد بن شاهين المرر القادم على المركز التاسع. والمركز العاشر ينطلق في هذه اللحظات هملول لحميد بن حران بن حميدان بالرقم 10 يا مجمل الصدف. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء والشعارات. اقترابنا في هذه اللحظات من أو مغادرتنا للثنين كيلومتر عودة إلى بن شويرب بن شويرب العامري على المركز الأول مع صوغان يقود المحليات الأصايل. سعيد بن سليم بن شويرب العامري على المركز الأول الواضح الواضح ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي
قادم على المركز الثاني. المركز الثالث معزام لعمر بن سيل بن محمد بن حطم العامري بن مروشد بدأ يدفع بمعزز القادم راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد بن رملي القادم مع مبهر سيل بن رملي بن محمد العامري ملبي ملبي راعي صوغه مظفر بن غلام بن موسى بن احمد البلوشي القادم ما شاء الله مع هذه الانطلاقات والتحديات. والمركز السابع وصل ليث عبيد بن محمد بن ذويب العامري صوغان سالم بن نايع بن سالم هنا القادم. والقادم هملول حميد بن حرام بن حميدان يقدم هملول على المركز التاسع. والمركز العاشر ياتينا هملول مبارك بن سليم بن عثعيث العامري. بعد الكيلومتر الاخير اعود الى الصداره الى المقدمه معزز اللي غير معزز اهالي ند الشبع على المركز الاول. والمتالق راشد بن محمد بن مروشد على المركز الاول وعلى الصداره. والمقدمة المركز الثاني ملبي ملبي مظفر بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي القادم مع هذه اللحظات مع هذه الانطلاقات. تابع وراقب الواضح ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي القادم على المركز الثالث. اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة مع هذه اللحظات. ولكن راعي صوغة راعي صوغة والمتالق في معركة ثنائية في معركة ثنائية. راعي صوغة راعي صوغة مع البداية مع ملبي يا سلام. هل العاصمة أبو ظبي؟ هل الباهية هل الباهية وهل ند الشبه وهملول مبارك بن مسلم بن عثعيث العامري على المركز الثالث. ولكن راعي صوغة بدون يوامر العصا في البطان. الله يقوى أعصابك يا راعي صوغة. سلام العاصمة أبو ظبي سلام سلام الباهية سلام سلام راعي صوغة راعي ملبي راعي ملبي. المركز الثاني معزز لراشد بن محمد بن مروش. المركز الثالث هملول المبارك بن مسلم بن عثعيث العامري. الرابع الواضح لناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي. وكذلك المركز الخامس مع وبران مبارك بن خليفة بن زاهرة الخيلي. هكذا هي النتيجة. أعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول شعار مظفر بن غلام بن موسى بن أحمد بلوشي راعي الصوغة مع ملبي. نتابع التوقيت 7:38 7 اجزاء من الثانية. ثانينا والناموس معزز راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد 7:38 8 اجزاء من الثانية. المركز الثالث نتابع 7:39 3 اجزاء من الثانية. هملول مبارك بن مسلم بن عثعيث العامري. ثانينا والناموس.